يلا خلصينا بدنا نعرف نبلش بقى. لا اطول بالك، انا بدي احكي مع سياده الرئيس، خلي يجي يحل هالمسخره هلا. طيب يا ورد، هلا وقت سياده الرئيس صار لها 5 ساعات عم نصور. كانه مالي مسيب الرقم، لحظه لحتى اكتبه كتابي. جبران باسيل وجماعته يا سيادة الرئيس بخطر، والشباب عنا عم يلعبوا بديلهم، تعال لاقي لنا حل. من حوالي الأسبوع والأمور لايصة بلبنان، وما حدا عم يعرف ليش الناس عم تتظاهر، شي بيقولوا مشان ضريبة الواتساب، وشي بيقولوا إنه بدهم يسقطوا النظام. حتى قناة الميادين لاحظت هاللوصان. هناك من حاول تقزيم هذا أو هذه المظاهرات على أنها فقط مظاهرات نزل بها المحتجون إلى الشوارع بعد فرض الضرائب تحديدا على خدمة الواتساب. الموضوع نحن نعلم بأنه أكبر من ذلك وبأن المطالبات أكبر من ذلك، نريد أن نفهم أكثر. فتون طلعي من هالبواب، انت احكي على تقزيم المظاهرات، نفتح دفاترك العتيقة ولا بلا؟ لا نفتح. أهالي حي الميدان يشكرون ربهم على الأمطار الشديدة التي هطلت، بينما الجزيرة ما زالت تنقل صورا تقول إنها لمظاهرة في الميدان، لكن المطر نزلت. بتكون نقول ما نزلت؟ إذا الناس بالميدان كانوا بالشوارع عم يشكروا ربهم على نعمة المطر، أصبح الناس بلبنان نزلوا على الشوارع ليشكروا ربهم على نعمة إطفاء الحرائق. مبينة. ولك أهلنا وأهل لبنان بيشكروا ربهم كل ما انطفت حريقة. ولك أهلنا وأهل الميدان بيشكروا ربهم كل ما نزل المطر. هلأ شيلونا من فتون، بدنا نعرف ليش الناس متجمعة بالشوارع. يا ترى القصة قصة واتساب ولا في شي تاني؟ حطولنا على الـ OTV قناة العهد القوي، خلونا نفهم شو القصة. واضح إنه مطالب المتظاهرين المعتصمين هي بدهم فرص عمل، بدهم معيشة تتحسن. طولي بالك يا رفيقة، كل شي بالرواق بصير، ليش معصبة علينا؟ شو حكوا معك هدول المتظاهرين اللي بدهم فرص عمل وثورة؟ مطالب الشعب إن تستقيل هيدي الحكومة وعلى رأسهم رئيس الجمهورية. شو عمل جبران لشحتك وجوعك بسيط؟ جبران وحده اللي عمله بيتحمل مسؤولية 30 سنة. خلص بدك استقالة جبران بسيط، الكل بدنا ياهلي يفلوا. والله يا عمي إذا عم بيطالبوا باستقالة الكل وأولهم جبران باسيل، لازم نوقف شوي ونفكر بالموضوع، لأنه مثل ما بتعرفوا جبران باسيل سمعته مثل المسك بكل لبنان، أصلا المتظاهرين مبح صوتهم وهن عم يغنوا له. لا ترحميهم يا رفيقة وافضحي هالمتظاهرين. الكل بدنا ياهلي يفلوا. ليه عم بتأرجلوا هون؟ بلش ليدي هناك من عم بيعمل الأرجيلة وقاعدين عم بيأرجلوا. لا كله إلا شرب الأرجيلة يا شباب، ما صدقنا إمتى انطفت حرائق الغابات، تجوا أنتوا وتحرقوا السجاد الممدود بالشارع، بس هلأ طفينا المكنسة. يلا بالمرة فتوا ورق ولعبوا فيشة وشغلوا هالديجيات بالساحات، هذا الناقص. خليكم رايقين يا شباب، وكل مشكلة وإلها حلال، المهم تبقوا رايقين. الجميع يقوم بشتم الوزير جبران باسيل، الرئيس نبيه بري والسيد حسن نصر الله. مين عم تشتمه؟ السيد حسن نصر الله. مين؟ لا هلأ المشكلة كبرت وما عاد بقى إلى حل. نصر الله واحد منهم؟ الناس بتقول محافظ حمص واحد منهم، محافظ طرابلس واحد منهم، بس هيك فرد مرة نصر الله؟ هلأ تأكدت أنه في جهات عم بتحرككم. كل هذه الأمور ليست من صنع هؤلاء. إن وجدت بعض المال الخليجي هنالك أيدي خفية تحاول أن تجر لبنان إلى الفوضى. ستشهدين ولادة الجيش اللبناني أو الجيش اللبناني الحر، وهذا أيضا هدف صهيوني لضرب محور المقاومة من لبنان. ربما تضرب في رأس أردوغان ويقرر أيضا التدخل بحريا ربما في لبنان. ما حدا بيكتشف المؤامرة غير الإعلام السوري، ترباية القائد المؤسس ما ضاعت فيكم. بس لو كملت معنا وقدرنا نحصن باقي فئات الشعب من نواب وفنانين وصغار كسبة من اللي أعلن دعمهم للمظاهرات. لك مؤامرة ومكشوفة، وفوق منا هدول المتظاهرين الصهاينة عم يغنوا أغاني الفوار السوريين الإرهابيين وعم يسبوا على الحزب وعلى الرئيس. هيك بتدعمون يا بلا ما نحكي. سوريا نحن معك حتى الموت، تفضلوا ولا لكم لا تتفضلوا،
هاي المظاهرات برسم السيد الرئيس اللي لازم ياخذ اجراءاته بحقكم بعد هالشي اللي عملتوه. انتو من امتى بتدعموا ثورات؟ فيا انتي بشو مشهوره؟ كلهم هلا بيجوا. حلوه بحقك يصير بوستك ملطشه للي رايح واللي جايه بعد ما كلهم اجوا وبهدلوكي ومسحوا الارض ببروفايلك. وانت وش السحاره؟ عملت المتظاهرين بال2011 زومبيز؟ غير المتاكل شقفه من دماغه ما بيطلع معه هالحكي. يلا لشوف كلكن، يعني كلكن بتمسكوا هالكاميرات وبتعبروا عن ندمكن عن الشيء اللي قلتوه. كتير شباب كان مغرر فيهم بس تراجعوا لحالهم عن مواقفهم من دون ما حدا يضغط عليهم ابدا. ما معناه جيب ربط الخبز 8000 في حون 1005 يا سيد. انا السيد شخصيا انا بيعني لي كثير. هذا المنظر عجبك يا سعادة النائب حسن فضل الله؟ حضرتك معلم سعادة النائب وفهمان شو قصدي. هيدا كلياته من وراك وبسببك. انا بعتذر ما كان قصدي. الله يلعنكم شو مسخين. بعتذر منك يا سمحت السيد، وتقبل اعتذاري ونحن تحت جناحكم.